أنا في بداية الاستوديو التحليلي الناشئ يوسف محي لاعب نادي الزمالك والذي كان معارا لنادي الاتحاد السكندري. يوسف محي هتشوفوا صوره يمكن لأول مرة تشوفوا صوره، هنرجع تاني عشان أوريكم الصور وتعرفوا مين هو يوسف محي سرحان. يعني دي مجموعة من الصور للولد، يعني حتى كانوا بيطلقوا عليه الملاك الصغيرة اللي في الوسط ده. يوسف شاب في يعني ريعان شبابه، هو رقم 11 اللي واقف قدام حضراتكم، تاني واحد جنب يوسف اوباما جنب رقم 10. دي صورته مع المنتخب الاولمبي، كان ينتظره مستقبل. يعني طبعا الاعمار بيد المولى عز وجل. ده لما راح نادي الاتحاد السكندري لقناعته الشديده جدا بالكابتن حسام والكابتن ابراهيم، وايضا مع نادي الزمالك مع الكابتن ابراهيم حسن. الحقيقه الحادث مروع، يعني دي هو كان لعيب متالق مع فرق الشباب والفرق المراحل السنيه المختلفه في نادي الزمالك، وكان امله انه يلعب ويشارك مع الفريق الاول برضو في احدى مباريات نادي الزمالك، وهو بالفانيلا البديله الفانيلا الخضراء. يعني الحقيقه دي فانيله التدريب لنادي الزمالك، الابتسامه لا تفارق وجهه على الاطلاق. حتى كان عندي النهارده طبعا حصل حاجه غريبه جدا، يعني ما حدش فاهمها، ده مع دومينيك لاعب الزمالك السابق، انه حصلت الحادثه وبعدين هو واللاعب خالد شيكا. خالد شيكا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى سلم ولطف. هو لما جم جه جري اهله، ده مع احد نجوم الفن طبعا الشهير بفزاع. هي جريوا اهله فالمستشفى اللي هناك في اسكندريه قالوا لهم ده مات. والده اخده لقى في نبض في ايديه، جري بيه على احدى مستشفيات اكتوبر، كان عنده طبعا نزيف داخلي في المخ، وحاولوا قدر استطاعتهم ولكنه يعني امر الله كان سبق ورحل الى مولاه. الحقيقه يعني خبر وفاته اصاب الناس بالحزن والالم الشديد جدا. هو جده كابتن سمير محمد علي حارس مرمى، ده الشيك اللي وراه ده، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله، ويقوم سليم معافى وحالته مستقره. اطمنا الحمد لله من اسرته من الكابتن ابراهيم حسن ان حالته الحمد لله مستقره، وان كان الصبح الكابتن ابراهيم اشتكى من سوء المستشفى الجامعي بالاسكندريه، سوء الخدمه الطبيه، وهم نقلوه الى مستشفى خاص. الحقيقه اداره حسن اسكندري لم تقصر على الاطلاق، سواء مع يوسف عليه رحمه الله او مع شيكا، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. ودي صرخه بقى، دي طبعا الفنان الراحله ليلى جمال، دي جدته لامه، وجده الكابتن سمير محمد علي، والده العميد محي سرحان مدير بيعمل بمباحث الجيزه. ادي يوسف وهو طفل، و يعني تدرجه في صفوف نادي الزمالك، طبعا جده كابتن سمير محمد علي فكان موجود، وكابتن حسام حسن لما ذهب الى نادي الاتحاد السكندري كان عايز يلعب معاه او ياخده عرب، بالفعل راح ووقع وانهى كل شيء، ولكن امر الله وقضاء الله وقدره كانوا اسبق او كان اسبق في يعني رحيل يوسف محي. بننعيه لاسره كره القدم، بننعيه لاسرته، بننعيه الحياه لاصدقائه ومحبيه، انا لله وانا اليه راجعون، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، عليه رحمه الله. نسال الله ان يغفر له ما يعني ذنوبه وان يدخله فسيح جنته. ده الحقيقه يوسف ربنا يرحمه ويحسن اليه، واتمنى ان شاء الله عز وجل انه يعني موضوع الطرق بقى والسواقين، هو كان راكب عربيه ميكروباص مع زميله خالد، سموه عربيه المشروع يعني او حاجه زي كده، بيبقوا على الطريق طبعا الطريق بالليل، والدنيا للاسف الشديد زي ما انتم شايفين لم يحدث اي نوع من انواع التغيير بعد الحوادث المتلاحقه والمتتاليه، لا يوجد اي نوع، لا يوجد اي نوع من انواع التغيير الحقيقه في على الطرق. ده شيكا خالد شيكا ربنا برضه يشفيه ويعافيه ان شاء الله، لكن المؤشرات كلها بتقول الحمد لله ان حالته طيبه وحالته جيده، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
يقوم ويعود الى اهله ويعود الى الملاعب بامر الله سبحانه وتعالى.